مجموعة لحام كاملة في حجم كفة الإيد تقريبا. دي وصلت لنا من موقع بانجولد. دي مجموعة لحام لحاجات الإلكترونيات. ده عندك هوت إير وكاوية لحام، دول بحجم تقريبا كفة الإيد. بصوا دي الكنترول بتاعها، وده حجمه صغير جدا. دول هتلاقيهم على موقع بانجولد. تعال نشوف مميزاتهم ايه. اولا ده الهوت اير. الهوت اير ده المروحه بتاعته او الفان من جواه، مدمج جواه، يعني انت مش هتحتاج يكون عندك محطه لحام كبيره، اللي هي اللحام اللي هي الستيشن الكبيره بتاعت الموبايلات دي اللي حجمها كبير وسعرها غالي، انت مش محتاجها. ده هيكون معاك بالحجم ده بس، المروحه بتاعته جواه، وأداؤه كويس، أداؤه قوي جدا. وعندك دي كاوية لحام، كاوية لحام 80 واط، بتوصل برضو مع نفس الكنترول بتاعها. تعال نشوفوا ايه اللي موجود معانا. موجود معانا الكنترول ده، الهوت اير ده بيثبت مكانه هنا كده، كاوية اللحام دي وبتيجي معاها القاعدة دي اهي، دي علشان تثبت عليها كاوية اللحام. أول ما تيجي بتجيلك شكلها كده، بتبدأ أنت تفردها كده، حط دي هنا عشان تنضف بيها، لما قبل ما بتلحم بتنضف بيها السلاح. في كاوتش هنا، خلي بالك لما تشغله ما تشغلش بالكاوتش دي، الكاوتش دي محطوطة حماية بس. الكاوتش دي هتحتاج تطلعها بزردية كده، خلي بالك لما تشغل ده ما تشغلوش بالكاوتش، لان هتمسك في السلاح ومش هتعرف تطلعها عادي. اهو سلاح سيراميك، السلاح ده ما بيصديش وما بيتاكلش. تفرد القاعدة كده، لو انت بعد ما بتلحم في حاجة بتنضف هنا وتحمل المي الكاوي عندك كده. بتتوصل ازاي؟ هذا الكنترول بتاعها. اولا ده الهوت اير، كابل قوي مناسب للقدرة بتاعته 750 واط، والمروحة بتاعته قدرتها 150 لتر في الدقيقة تدفق الهواء بتاعها. بتركب هنا، لاحظ هنا في بن كده طالع، بتجيب قصاده هنا، لو غلط مش هتركب، لو ركبتها في اي اتجاه تاني مش هتقدر تركب معاك، لازم تبقى مظبوطة. وبتربط هنا زيادة تأكيد انها مش هتسحب منك. نفس الطريقة بالنسبة للكاوية، اهو في بن برضو اهو من فوق المجرى ده اهو، في بقصده هنا نركب كده، تربط عشان كده انت جاهز ان انت تلحم اي حاجة بالالكترونيات معاك. لو انت بتعمل صيانة كمبيوتر، واحيانا انت لو في اي مجال، احيانا كتير بيصادفك ان انت بتحتاج حاجة زي كده، بتحتاج هوت اير اهو، يبقى شغال كده، بيتحط قدامك كده مكان التثبيت بتاعه، وآدي الكاوية ثبتها كده. وبس ده بكام؟ سعره مش غالي، $50 من بانجود. ولو طلبته من خلال الرابط اللي احنا هنسيبه لك في الوصف هتاخد خصم، كوبون خصم هيجي لك، يعني هتاخده بارخص من كده. كده جاهز معاك ان انت تشتغل بيه محطة لحام كاملة. لو انت اي شغل الكترونيات معاك، بيجي معاك كمان غيارات لده، ثلاث غيارات للهوت اير. تركيبها بيبقى سهل جدا اهو، بس تحط كده معاك ثلاث غيارات. تعال نشوف بيشتغل ازاي. هو ما بيجيش وراه كابل، بس ده كابل كمبيوتر عادي انت بتوصل.
اي كابل كمبيوتر بتوصل بتاع شاشه كمبيوتر. وصل كده في عندنا دول خليهم اوف. نوصل كهربا وهندوس هنا اللي فوق ده بتاع الكاوي. تقدر تتحكم من الكنترول ودرجة الحرارة معاك بتعدي 400 سلسيوس. حرارة كده معانا الجهاز قايس 400 سلسيوس. درجة الحرارة وصلت معاك 400 درجة. تقدر تتحكم فيها من هنا، داخل على 500 درجة كده، أقصى حاجة 500 درجة درجة الحرارة. طبعا ده بتتحكم فين لو أنت عايز تتوطي. بص بسرعة كده، هو على كده بالسرعة بيوصل 500 درجة، أنت تقدر تتحكم فيه تنزله مثلا لو أنت عايز من درجة الحرارة، مش تفضل تدوس كده بسرعة. هخليه على 200 اهو، 200. استنى هيبدا يقل كده، فصل الكهرباء هيبدا يقل لغايه ما يوصل لل 200، يثبت لك درجه الحراره 200 كده. بالسرعه دي وصلت معاك 500 درجه. بص ادي ده من جستير، في اقل من دقيقه بيوصل معاك 500 درجه، 500 درجه سيليزيوس. ده بالنسبه لايه؟ للكاوي. هنسيب الكاوي شغاله، هتثبت، هتيجي عند ال 200 وتثبت. نجرب الهوت اير. الهوت اير في الجنب هنا، الزرار الثاني ندوس اون كده اشتغل، واشتغلت معايا المروحة. درجة الحرارة بتوصل كام؟ هي هنا 136، تقدر تزودها طبعا. لو عايز تتحكم في قوة المروحة بتاعته الفان، بتدوس هنا اهي، ادي السرعة بتاعتها 10 9 8 7 6 5 4 2 1. دي أطلع حاجة، ده تدفق الهواء. أعلى تدفق ليه بيكون 150 لتر في الدقيقة. دي درجة الحرارة، أنت طبعا بتتحكم في درجة الحرارة. خلينا ننزل درجة الحرارة لحد 100 بس، على حسب طبعا الحالة اللي أنت عايزها. 100 بس، استنى كده. درجة الحرارة معاك وصلت 100. لو عايزين نجرب مثلا ده كيس بلاستيك كتجربة، ده كيس البلاستيك، بصوا ما فيش حاجة حصلت لي. هنزود درجة الحرارة نخليها 200، شايفين 200، شايفين ايه اللي حصل لكيس البلاستيك؟ صح. هنزود اكتر، نخليها اكتر من كده 300 مثلا، 300. بص كيس البلاستيك دي تجربة مبدئية للجهاز ده، دي محطة لحام تعتبر، دي تجربة عملية ليها. لو عايز تشوف التجربة دي النهائية ليها والتجربة العملية وازاي نصلح بيها حاجة، عندنا ده انفرتر بايظ وهنستخدم ده عشان نصلحه بيه. الانفرتر ده كنا جبناه من بنجود قبل كده وعملنا عليه مراجعة وحصلت فيه مشكلة وهنصلحها باستخدام الهوت اير ده. لو عايز تشوف الفيديو ده بتاع تصليح الانفرتر ازاي هيتصلح وازاي الاداء بتاع اللحام ده الهوت اير والجسدير كويس، تابعنا. بص في نهايه الفيديو هتلاقي فيه رابط هيوديك للفيديو بتاع تجربه الهوت اير ده. تابعنا واشترك في القناه وسجل اعجابك بالفيديو لو عجبك الفيديو ده، واشترك في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده والمنتجات الجديده اللي انت هتحتاجها وممكن تكون محتاجها بس مش لاقيها، هتلاقيها عندنا. شكرا.